السلام عليكم، اهلا بكم في قناة المستر. النهاردة هنحل كتاب المعاصر سنة تالتة اعدادي الوحدة السابعة درس الخامس والسادس من صفحة 53 لصفحة 62. انتظرونا. صفحة 53. واحد، he was هو كان نقط، when he met my twin brother لما قابل اخي التوأم، he couldn't recognize him مقدرش يتعرف عليه، يبقى كان متحير بقى ما بيننا confused عشان احنا توأم. اتنين، mongoose's body يعني جسم ايه حيوان النمس، is covered with مغطى بي thick يعني سميك او كثيف، نقط to keep it warm عشان ايه يحتفظ بالدفء، مغطى بفراء سميك fur. تلاتة، هير نقط is to become انها تصبح a nuclear scientist عالمة نووية في المستقبل، يبقى ده هدفها هير ايم هدف. أربعة، mongooses حيوانات النمس كان سي يمكنها انها ترى and hear will وتسمع بطريقة جيدة which helps them to not danger، فده بقى بيساعدها انها ايه تتجنب الخطر avoid يعني تسمع لو في حد ايه من الحيوانات جاي يهاجمها. خمسة، although some of برغم من بعض من mongooses live برغم من بعض حيوانات النمس تعيش ايه many live in large groups الكثير منها يعيش في مجموعات كبيرة يعني البعض منها يعيش ايه بمفرده alone والكثير يعيش في مجموعات. ستة، the letter الخطاب was delivered يعني تم توصيله by the نقط بواسطة مين postman رجل البريد هذا الصباح. سبعة، the نقط is a wild cat يعني قط بري with long legs لرجل ايه طويلة and big ears وأذن إيه كبيرة that lives بيعيش in Africa في أفريقيا وآسيا، ده تعريف مين بقى كروكيل هو حيوان الوشق المصري أو لإسم تاني عنق الأرض. تمانية، a نقط is a word هو كلمة or phrase أو عبارة to explain things عشان إيه يوضح أشياء in a picture من خلال صورة أو رسم توضيحي، كل ده تعريف إيه اللي هو ملصق توضيحي label. تسعة، نقط means تعني the way in which الطريقة اللي بيها a person lives الشخص يعيش، يبقى الإجابة lifestyle بمعنى أسلوب حياة. عشرة، we can get the noun يمكن نحن نحصل على الاسم من الفعل invent يخترع by adding بإضافة هنحاول invent دي الاسم نضيف لها ion invention تبقى اختراع. 11، this blanket is heavy هذه البطانية الثقيلة it's very انها ايه يبقى سميكة thick كثيفة. 12، she was very sick كانت مريضة امس the antonym المضاد لكلمة sick مريض will يعني ايه بحالة جيدة بصحة جيدة. 13، the prefix البادئة وبعدين النقط can be used اللي ممكن نستخدمها للحصول على the opposite العكس من كلمة able قادر هنعكسها نحط لها un unable غير قادر عاجز عن. 14، the synonym active يعني نشيط كلمة تساويها energetic نشيط. 15، we add the suffix نحن نضيف اللي هي اللاحقة حروف تضاف لنهاية الكلمة to get the adjective للحصول على الصفة من الفعل suit نضيف لها able suitable يعني مناسب ملائم. صفحة 54، 16، my uncle always starts عمي دائما يبدأ his email with بيبدأ الايميل بتاعه بايه ما بين اقواس كده dear captain عزيزي captain that's a funny funny يعني مضحك funny ايه introduction مقدمة كده ايه مرحة مضحكة في الايميل. 17، volcanoes make an island يعني البراكين تكون جزيرة in the sea في البحر، كلمة make هنا تعني ايه بقى can be replaced ممكن تحل محلها form يكون. 18، sport is very useful الرياضة تكون مفيدة جدا for your health لصحتك، كلمة useful يعني مفيد ديت means تعني good جيد. 19، when باسم has a problem عندما باسم يكون عنده مشكلة he asks not help يطلب المساعدة
هنا ask هتاخد حرف الجر for. 20 everyone كل واحد should يجب عليه نقط a role يعني دور to play يلعبه في ايه تنمية بلدنا. المهم هنا يجب ايه يعني يكون له دور يقوم به should have a role. ده تعبير احنا ايه واخدينه في الوحدة. صفحة 55 وديت محادثة نفهمها كويس. أدهم is telling his father. أدهم بيقول لباباه about his calculator الآلة الحاسبة بتاعته that was lost ضاعت منه فين at school في المدرسة. فالأب بيقول how are you أدهم رده قال I'm fine أنا بخير. فبابا بيقول له you look sad أنت تبدو حزين what's the matter ما الموضوع. طبعا هيقول له إيه انا ايه ضيعت الاله الحاسبه يبقى I lost my calculator. فساله سؤال في اتنين قال له it was hot الدنيا كانت حر so I went to wash my face ذهبت عشان اغسل وجهي when I came back عندما عدت I didn't find it ما لقيتش الاله الحاسبه. يبقى هيقول له ايه كيف هذا حدث ازاي ضاعت منك يعني how did طبعا لان الكلام عن الماضي this happen. رقم ثلاثة سأل سؤال فرد قال هنا ايه yes يبقى ده استفهام بهل. I looked for it انا ايه بحثت عنها under the desk تحت الايه الديسك تحت الايه الدرج او المكتب. يبقى هنا قال له هل بحثت عنها looked دي ماضي بسيط نجيب فعل المساعد did حول I الى you ونحذف الاي دي من السؤال يبقى did you look for it. فهنا بيقول بقى ايه أدهم what I do ماذا يجب علي أن أفعل يا والدي. فرد قال له ايه بقى أي نصيحة بقى هنا مثلا هيقول له دور عليها تاني look for it again أو أي إجابة مناسبة. فقال له هنا ايه الأب if you don't find it لو أنت ما انتش ايه لقيها I'll get you another one هجيب لك واحدة تانية. يبقى هيشكر بابا ويقول له thank you. السؤال اللي بعده read and complete اقرأ وأكمل النص بالكلمات اللي هو مديها لي ديت. هنقول معناها هنا بيقول when I visited منصورة عندما زرت ايه مدينة المنصورة للمرة الأولى to join عشان ايه ألتحق بالايه بالجامعة I was أنا كنت ايه نقط I didn't know ما كنتش عارف how to get to كيف أصل إلى الجامعة. يبقى هنا لا ايه أنا كنت مرتبك متحير واحد هتبقى confused get to أصل إلى ذا تبقى الإجابة 2 University جامعة. I asked someone سألت شخص ما for سألت شخص ما على الإيه directions الاتجاهات. خلاص it was far away كانت بعيدة فأخدت إيه تاكس. المهم بقى هنا بيقول إن ذات نقط سيتي في هذه المدينة الإيه تبقى famous الشهيرة عشت فيها 4 سنوات دول الجامعة. السؤال اللي بعده اختياري رقم 1 ذا نقط is the thick hair الشعر الايه السميك that covers الذي يغطي الايه the body جسم الحيوان ده تعريف ايه fur الفراء الفرو. اتنين كلمة organized في الجملة ديت هي معناها ينظم يرتب arranged. صفحة 56 رقم 3 to get the antonym للحصول على المضاد من كلمة active اللي هي نشيط we use the prefix بنستخدم البداية ايه in i n كسلان غير نشيط. 4 نقط means تعني the way in which الطريقة اللي ايه بيها a person lives الشخص ايه يعيش اللي هي اسلوب الحياة lifestyle. 5 these words هذه الكلمات are تكون ايه it's not easy to say ما هي السهل انك تقولها and repeat them وتكررها. يبقى كلمات ايه صعبة النطق تبقى الإجابة tongue twister. 6 we found the exam احنا وجدنا الامتحان quite hard صعب ايه تماما the synonym المرادف لكلمة hard اللي هي صعب كلمة تساويها difficult صعب. السؤال اللي بعده complete the sentences اكمل الجمل بالشكل الصحيح كلمة بين الأقواس نفهم سبب الإجابات. 1 build دي هتبقى ايه بيلد يعني يبني بقول طرق جديدة تبنى يبقى مبنية للمجهول عشان مفعول جه هنا ايه في الاول اللي هو نيو رودز ده.
طب عرفت ازاي ان بقى مبني المجهول المضارع البسيط من كلمة every تدل على المضارع البسيط؟ جبنا R لان الطرق دي جامعة. 2 هو بعدين هنا break the glass، مين اللي كسر ايه شباك النافذة هنا عند yesterday؟ يبقى امس، يبقى break هتبقى broke للماضي البسيط، مين اللي كسر؟ 3 find هنا بقول a bag full of money يعني حقيبة مليئة بالإيه؟ شنطة مليانة فلوس، تمام؟ عايز أقول وجدت، يبقى كده مبنية للمجهول للماضي البسيط was found، ومعنى الجملة هو اللي دل على إنها إيه؟ ماضي بسيط لأن الحدث ده تم. 4 cook هتبقى بردك where cooked مبنية للمجهول للماضي البسيط، عرفت إزاي إنها ماضي من كلمة last night الليلة الماضية تدل على الإيه؟ الماضي البسيط. طيب مبنية للمجهول ليه؟ عشان مفعول في الأول إيه؟ أنواع مختلفة من الطعام، فاحنا مخلينها بقى إيه؟ وير كوكد. جبنا وير ليه؟ لأن الأنواع دي تجمع. 5 نفس الكلام، الأهرامات إيه؟ يزورها آلاف من السياح، بس عملناها بقى إيه؟ طبعا هو مديها لينا آر سهلة عليا، فهنعملها مبني للمجهول بدل فيزيتنج هتبقى فيزيتد تصريف تالت، عشان معنى الكلام هنا. صفحة 60 التست اللي هو على الوحدة السابعة، عندنا محادثة فاهمها كويس، ملك ونهى بيتكلموا عن ايه؟ about a trip يعني رحلة الى وادي الحيتان. فهنا نهى بتقول لها have you heard of وادي الحيتان، هل سمعتي عن وادي الحيتان؟ فايه راح ترد عليها وقالت لها many ancient fossils حفريات كثيرة ايه قديمة توجد هناك، يبقى yes of course. في واحد نهى راح تسألها سؤال قالت لها اتس ان الفيوم ديبريشن، في ايه منخفض الفيوم جنوب غرب ايه القاهرة، يبقى تقول لها اين ايه وادي الحيتان وير از ات. بعد كده نهى بتقول دو يو ثينك هل تعتقدي اتس ا جود بليس ده مكان جيد تو فيزيت ان احنا نزوره، تقول لها يس اي دو مثلا او يس اي ثينك سو اعتقد ذلك، الاجابتين صح. بعد كده بتقول هنا بتقول لها there will be a school trip في رحلة مدرسية next midyear holiday في أجازة نص السنة اللي جاية ممكن نروح. راح تسألها قايلة لها how much does it cost كم تكلفة هذه الإيه الرحلة، أي إجابة مناسبة، مثلا هنقول it costs إنها تكلف 200 pounds 200 جنيه، فراحت قايلة لها that's not expensive ده إيه دي مش غالية. فراحت سألها سؤال في 5 فردت وقالت no I haven't told my parents لا ما قلتش لوالدي about it yet حتى الآن بعد عن الرحلة دي يعني، بعد تقول لها هل قلت لوالديك عن الرحلة دي، هنقدم have تبقى have you told your parents هل أخبرتي والديك about it، دي بقيت الإجابة هنا. السؤال اللي بعده read and complete the text اكمل النص بالكلمات ديت، نفهمها كويس. we should protect يجب علينا ان نحمي the نقط in Egypt، واحد هتبقى wild life الحياة البرية، different في 2 مختلف ايه of plants من النباتات والحيوانات species اصناف او انواع من النباتات والحيوانات are endangered معرضة للخطر بسبب انشطة الانسان السيئة، يمكننا نحن نشجع مور اند مور نقط تو فيزيت ايجيبت وزور مصر، هتبقى الإجابة تورست سياح. الأخيرة خالص بقى هتبقى ايه لوجد افتر، لو اعتنينا بالايه الأماكن الطبيعية ديت هيجوا السياح كتير. سؤال القطعة هنقول ايه فكرتها، بيقول هنا ايه متى آخر مرة انت مشيت في شارع ايه نظيف مفيهوش ايه كمامة، بالرغم ان الملايين من الايه النقود الفلوس بتتصرف على تنظيف القمامة كل سنة، اللي بيحصل هذا فقط بيتها بقى في صفحة 61 الفلوس اللي بتتصرف دي لا تكفي لوحدها عشان تحل المشكلة دي، الحل في ايدينا احنا، القاء القمامة في الشوارع ده لابد ان يكون ايه ضد القانون، يعني اللي يرمي ايه قمامة في الشارع لازم يدفع غرامة. وبقول هنا ليه القمامة ايه كتيرة جدا كده، عشان ايه معظم المنتجات اللي احنا بنستهلكها بتكون ايه معباه اكتر من اللازم يعني ملفوفه اكتر من حاجه،
اكياس وكرتون، كل ده ايه بيزود القمامة اللي احنا بنرميها. دي ملخص الباراجراف ده. الباراجراف اللي بعده ممكن نحل ايه المشكلة ديت بان احنا ايه اعادة تدوير الورق والايه زجاجات البلاستيك، ما نرميش ايه بقى القمامة خالص لان ده بيزود المشكلة. افويد يعني تجنب، تجنب شراء الايه اللي هي السلع المعباة اكتر من اللازم اللي قلنا عليها دلوقتي من السوبر ماركت. خد الاكياس الخاصة بيك انت عشان ما تاخدش الايه اللي هي السلع المعباة اكتر من اللازم. برضك هنا دي مزيد من النصائح ان احنا ايه نذهب الى الريف والشواطئ عشان ايه نلتقط القمامة، نخصص يوم لكده. يعني الاسئلة بتاعتنا رقم 1 والفكرة الرئيسية للقطع هتبقى سي، كلنا مسؤولين عن حل مشكلة القمامة. 2 الكلمتين دولت rubbish و litter دول طبعا ايه synonyms مرادفات. 3 كلمة contributes اللي في القطعة معناها يضيف إلى. رقم 4 after passage بعد قراءة القطعة دي، هل تعتقد ان احنا ممكن نحل المشكلة دي في المستقبل؟ هنقول مثلا Yes, I think so. نعم أعتقد ذلك. رقم 5 summarize لخص الباراجراف الأخير، والملخص بتاعه في الجملة دي. خلاص هنا طبعا بيقول لي this problem المشكلة اللي بيتكلم عنها طبعا اللي هي مشكلة الايه of rubbish أو of litter. We can solve the problem of litter by recycling. إعادة تدوير طبعا إيه الورق والإيه والزجاجات البلاستيكية. رقم 6 لو أنت انطلب منك بقى تقترح طريقة لحل مشكلة القمامة، تقترح إيه؟ هنقول we should recycle litter، يجب علينا نعيد تدوير الإيه القمامة، أو أي إجابة تانية مناسبة تكون حسب المعنى بتاع الإيه القطعة. صفحة 62 واحد نقط is something شيء ما that people travel الناس بتسافر فيه in that is pulled by يجر ايه حصان، هتبقى الإجابة carriage عربة بيشدها ايه حصان. رقم 2 نقط means unable to understand غير قادر على انه يفهم something clearly شيء ما بشكل واضح، يعني مرتبك متحير confused. 3 he took 3 hours استغرق 3 ساعات to get to his house عشان يصل لمنزله، يبقى his house ايه يبقى بيته يكون ايه بقى بعيد remote. 4 to form the noun عشان نكون الاسم من الفعل deforest اللي هي بقى يزيل الغابات، بنضيف لها طبعا ation deforestation ازالة الغابات. share others لا يحب انه ايه يشارك الاخرين، he enjoys being هو يستمتع بانه يكون ايه بقى alone بمفرده لوحده كده. 6 كلمة habitat احنا خدناها بقى كذا مرة اللي هي ايه موطن او بيئة بتساوي كلمة ايه home. السؤال اللي بعده هنقول ايه سبب الاجابة تصحيح كلمة بين الاقواس دي. 1 clean هتبقى was cleaned الحجرة تم تنظيفها بواسطة الخادم، مبني على المجهول للماضي البسيط. عرفنا الزمن ازاي من كلمة ايه يسترداي. عرفنا ازاي انها مبني المجهول مفعول في الاول هي روم وكمان كلمة باي. 2 نفس الكلام بس دي مبني المجهول للمضارع البسيط بلاي هتبقى از بلايد يعني كرة القدم بتتلعب في كل انحاء العالم. 3 مبنية لما يكون الماضي البسيط تبقى بيلت عندي هنا وزع يعني مين اللي ايه تاج محل الهند ده بناه يعني اتبنى ايه بواسطة مين، فمبنية لما يكون الماضي البسيط ادي ووز وده التصريف التالت وعندي كلمة باي. 4 ميك هتبقى از ميد الزجاج يصنع من، دي حقيقة حاجة ثابتة كده عشان كده عملناه مضارع بسيط مبني للمجهول. 5 does كلام عن الماضي هنا في yesterday يبقى هنجيبه ايه was، وهنا في تصريف ثالث اهي وفي باي يبقى مبني المجهول للماضي البسيط.
الفيديو انتهى، أتمنى لكم دوام التوفيق.